لا يمكن أن يحمل كل الحماقات والرجعية والجهل وسوء الفهم والعقد النفسية والاجتماعية يا أخي والحضارية على الدين. يقول الدين يقول هذا، الدين يفتي بهذا. الآن نسمع عن بعضهم أو عن بعضهن بالأحرى نساء إن صدق ذلك، لكن لابد أن نتحقق ممن تحرم الكراسي والكنبات وتكتب في هذا فتاوى وتوصف بالعلم والأعلامية أيها الإخوة. وطبعا التبريرات جنونية، جنونية حقيقية. شخصيات أنا أقول لكم لابد أن نبحث لا عن خلفيات العلمية، لأنه لا علم أصلا، نراهن على لا علم أصلا. علم ماذا؟ لا علم، وإنما عن خلفياتها السيكولوجية. هؤلاء إما مفصومون أو مزدوجو شخصية أو تعيث في أعماقهم عقد نفسية واختلاطات معنوية هائلة جدا جدا، أو فشلة في جوانب كثيرة. يعني هذا الفاشل لابد أن يكون قطعا عنده مشاكل جنسية، مشاكل توافقية، ليس شخصا طبيعيا. تراثنا طبعا الفقهي الزاخر الخصب في أيامه الأولى أو حتى أيامه الوسيطة كان سابقا لهذا التخلف ولهذه الرجعية أيها الإخوة بمسافات فلكية، مسافات ضوئية. أخجل هنا من على المنبر أن أذكر لكم ماذا كتب أبو بكر ابن العربي رحمة الله عليه في أحكام القرآن، التفسير الفقهي الذي دبجته وراعة هذا الإمام العلام الكبير الذي فصل القرآن في تفسير آخر أيها الإخوة أو في كتاب آخر في 80,000 ورقة، يعني 160,000 صفحة، يعني 320 مجلد، كل مجلد 500 صفحة. ما رأيكم؟ ابن العربي هذا يكتب عن ضوابط الحياة الجنسية بطريقة يعني الآن أكبر علماني وأكبر معاصر وتحديثي سيعتبر نفسه متخلفا أمامها. ما رأيكم؟ طبعا أستحي أن أقول لكم ماذا كتب، لكن الرجل كان يصدر عن فقه إمامي، إمام، هذا إمام، هذا ليس مخرفا صغيرا، إمام يفهم ما هو الإسلام.